بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أه نبدأ بأول درس في هذا المتن المبارك في الدروس المهمة هذا المتن المبارك قد تقدم معنا يحتوي على أمور منها طريقة السلف مع القرآن هل السلف الصالح تركوا حفظ القرآن أي هجروه أو هل السلف الصالح حفظ القرآن بلا تدبر ولا عمل لا لا هذا ولا هذا بل حفظوا وأخذوا يحفظ القرآن في كل يوم يحفظ عشر آيات ثم ينظر في تفسير هذه العشر آيات ثم يستعينوا بالله سبحانه وتعالى على العمل فكان بهذا حفظ ثم تدبر ثم عمل لأن القرآن قال الله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجر القرآن يكون هجر للقراءة وحجر للتدبر وحجر للعمل وحجر للتداوي بالقرآن فلا بد لمن كان حقا من أتباع السلف الصالح أن يحفظ القرآن في كل يوم ثم ينظر في تفسير هذه الآيات ثم يستعين بالله على العمل لكن لو قال قائل أي كتب التفسير نقرأ لابد من الرجوع إلى العلماء رجعنا للعلماء وأرشد العلماء رحمه الله تعالى أننا نبدأ ب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى، لماذا؟ لأنه تفسير مختصر واضح اثنى العلماء رحمهم الله تعالى عليه، اراد بهذا التفسير ان نعمل بالقرآن، وهذا لا يكلفنا احيانا خمس دقائق، اهم ما يحفظ في القرآن الفاتحه، مع النظر في تفسير هذه السوره المباركه، ثم بعد هذا نستعين بالله سبحانه وتعالى عمل ايضا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قصار السور اما من الضحى او من الزلزله الى الناس نصحح قراءه هذه الايات على امام متقن ثم بعد هذا تنظر في تفسير هذه الايات وتستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل حتى نكون حقا من اتباع السلف الصالح ولا نهجر القران. ويسير الانسان خطوه خطوه حتى يصل باذن الله تعالى ويستطيع ان يحفظ القران كاملا. ثم في هذه الايام هناك برامج تقرا لك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي وهذا لا يكلفك شيء، ان تكون في السياره، تكون في الطريق وانت ذاهب الى المسجد وانت راجع، وعلى هذه الطريقه تسمع التفسير بقراءه صحيحه، ثم بعد هذا تستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل وتتدبر وانت تقرا وانت تحفظ. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم